زين، ازيك يا زين؟ امال حربي مش معاك ولا ايه؟ لا، ازيك يا دعاء؟ الحمد لله يا زين. طب مالك واقف كده ليه يا زين؟ خش جوه اتفضل. انا جاي عايز دعاء في كلمتين. طب اتفضل، يعني مش هتتكلم معاها عند الباب؟ هنا مش هينفع. غيري هدومك يا دعاء وتعالى نتكلم بره. فاكره المكان ده؟ طبعا فاكرين. مش ده المكان اللي انت كنت عايز تقتلني فيه قبل كده يا زين؟ ليلتها انا طلعت ونزلت على مفيش، وبرضه انت اللي نفذت اللي في دماغك. المره اللي فاتت كان في كلام كتير قوي جوايا نفسي اقوله لك، وانت قلت لي استنى لما تبقى قدها. انا دلوقتي قدها يا دعاء، عشان كده جبتك هنا، عشان انا اتكلم وانت تسمعيني. عايز تقول ايه يا زين؟ عايز اقول ان من النهارده مفيش صاله، مفيش كباريه، مفيش بهدله، مفيش ذل من اي حد. امال في ايه؟ في جوازه بت. بحبك يا بنت وعايزه اتجوزك وعايشك ملكه ونسيكي كل اللي فات. انت بتتكلم بجد يا زين؟ طبعا بتكلم جد. طب كمل كمل، عايزه اسمعك كمل. وانا هفضل اقول لوحدي ولا ايه؟ مفيش حد هنا هيقول حاجه ولا ايه؟ انت عايزني اقول ايه يعني؟ اسمعها. هو انت كل ده لسه ما سمعتهاش؟ كل حته فيها بتقولها يا زين يا ابن عشر. اسمعها. بحبك يا زين، بحبك. عمري ما تمنيت في الدنيا دي راجل غيرك. ياه، اول مره احس ان الدنيا بتضحك لي بالشكل ده. عارفه كأن كل التعب والشقة اللي انا تعبته في حياتي راح، كأنه ما حصلش اصلا. انت عارف انا بتمنى اليوم ده بقالي قد ايه؟ طب احنا مستنيين ايه؟ يلا بينا. على فين؟ على عم نوفل. اطلبك منه دلوقتي وابعت اجيب مأذون واكتب عليك الليله. ولسه اربعه بس يا زين؟ مش اربعه؟ كل اللي احنا استنيناه ده وتقولي لي اربعه؟ خلاص يا دعاء ما بقتش قادر. انا مش فاهمه يعني، ما هو مش هينفع النهارده، ما تصبر لحد بكره. اشمعنى بكره يعني؟ اقول لك، انا عايزه اروح البيت دنيا لم هدومي من عندها واعدي على عزامبي في المكتب واقول له ان انا هسيب الشغل واصفي حسابي معاه عشان بيت دنيا ما يبقاش شكلها وحش قدامه. ادي دنيا وادي عزام، ما تظف دنيا وتظف عزام يا دعاء. لا 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 يا زين، اخصى عليك. كل اللي دنيا دنيا دي بنت عمي، وهي اللي شالتني على كفوف الراحه في عز زنقاتي، وبصراحه كانت مستحملاني طول الفتره اللي فاتت دي. وبعدين انا ما ينفعش يعني اخلي البت بعد ما عملت معايا كل ده تتاذي بسببي. لو عزام لقاني فجاه كده سبت الصلاه ومشيت، مش دي الاصول؟ يا دي الاصول اللي كل الناس قرفاني بيها. هي الناس دي تعرف اصول يا دعاء؟ خلينا احنا احسن منهم. وبعدين ده كلها سواد الليل. ماشي يا قمر، ما انا عارف دماغك جزمه قديمه ومش هتسكتي لما تنفذي اللي في دماغك، وانا ما اعرفش اقول لك لا. اصبر بس، اصبر لما نبقى انا وانت في بيت واحد. هتبقى سيدي وتاج راسي ورجلي، وكلمتك هتبقى سيف على رقبتي. سلمت رقبتك؟ ده انت اللي هتبقى ستي وتاج راسي، وهشيلك في عينيا من جوه لحد ما نكبر كده ونبقى كراكيب وعواجيز. وبرضه اقول لك بحياتك ويا بنت. ايه الروقان ده؟ انت كنت فين كل ده يا ابني؟ كنت مع دعاء. حصل حاجه ولا ايه؟ ابدا، بس دعاء راجع الحته واتفقنا ان احنا هنتجوز. تتجوزوا؟
تعال يا سيدي، الف مبروك. يلا بقى عشان ننزل. انزل. روح فين؟ عنتر اتصل وبيقول ان في اجتماع الليله في العوامه مع عدلي بيه. عنتر؟ عوامه؟ عومه ايه؟ عومه عنتر. اشمعنى يعني؟ انا عارف، ادي احنا هنروح ونفهم. يلا. لا استنى بقى، غير البدله دي احسن، انا لابسها طول النهار. ثواني. جرى ايه يا دعاية؟ مش هتقومي يا ماما تلبسي عشان نلحق نروح الصاله؟ ما انا جاهزه. جاهزه؟ جاهزه يعني ايه يعني؟ هتروح الصاله كده هون؟ ايوه انا هروح كده الصاله، علشان انا النهارده هقول لعزام بيه ان انا هسيب الشغل. ايه؟ هتسيب الشغل ليه؟ حصل ايه؟ زين هددك؟ قالك حاجه؟ لا، زين هيتجوزني يا دنيا. ايه؟ هيتجوزك؟ لا انا مش مصدقه. مبروك مبروك يا دعاء، الف 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 مبروك. يا اختي عليكي، يا اختي عليكي. ايه ده يا اختي؟ مش مصدقه وكتاب الله ما مصدق. عقبالك يا دنيا، عقبال ما حربي يا رب هو كمان يتهفف عقله كده ويتجوزك ويخلصك من القرف اللي انت فيه ده. حربي؟ حربي ايه بس يا دعاء؟ حربي يا اختي مش بتاع جواز، ولا عمره اصلا هيفكر فيه، ولو فكر فيه كمان يا دعاء مش هيبقى انا يا اختي. وليه يا اختي ما تبقاش انت؟ هو يعني على راسه ريشه ولا على راسه ريشه؟ الغلط مش فيه هو يا دعاء، الغلط فيا انا. بقول لك يا بت، رب الكبير وستار، وان شاء الله رب نكتب لك اللي فيه الخير. يكتب لنا كلنا اللي فيه الخير. هي العيال دي هتفضل لطعانه كتير كده ولا ايه؟ ايه يا عنتر؟ انت مش اتصلت بالعيال دي ولا ايه؟ اتصلت بحربي، قال لي ان زيني في مشوار، اول ما يرجع هجيبه يجي. طبعا، ما هو الغربال الجديد له شده. والله وضت لهم في القفص ولاد الايه؟ وجه عليا اليوم اللي اقف مع الحسله دي واحط ايدي في ايدهم. يبقى اغسل يدك بعد ما تحط يدك في يدهم. انت بتهزر يا عنتر؟ انا مش فاهم بس، انت ازاي مستعملهم؟ اوامر باشا الكبير، وانت عارف اوامر باشا الكبير. يا جماعه، كل عقده وليها حل. الا العقده دي يا عدل بيه ملهاش حل. بس هنعمل ايه؟ دلوقتي ما علينا غير السمع والطاعه. شوف يا عزام، انا مش ناوي ادخل في مشاكل مع الباشا الكبير. اظن اللي شفناه لرشوان واللي بيحصل له يخلينا ننفذ الاوامر وما ننسكهاش. واضح يا عنتر انك مش ناوي تتدخل في حاجه، وفعلا ناوي تمشي جنب الحيط، وهتفضل ماشي جنب الحيط كده لحد العيال دي ما هتولعها نار. بس انا بقولك النار دي هتيجي عليك انت والعيال الجرابيع دول. العيال دول بقى بيشتغلوا معانا، لازم تفهم كده. صح صح يا عنتر، لازم افهم كده وفعلا هتعامل وياهم ولادلنا. ازيك يا حربي؟ ازيك يا عنتر بيه؟ ازيك يا زين؟ عنتر باشا؟ ادخل اتفضلوا. بنضحك انت ماسي، ليلتنا قشطه ان شاء الله. ده الحبايب كلهم متجمعين اهو. ما تبطل بقى يا زين، الله، مش لازم يعني تبقى حلانجي قوي كده عشان توصل. ما انت وصلت وخلاص، بلاش الحركات دي بقى معانا. طب لازمتها ايه؟ طب الدخله الناشفه دي، حد فينا قال لك حاجه غلط؟ سيبكوا بقى من الكلام ده وخلونا في المهم. استلمت المسابك؟ حصل يا باشا. ايه الاخبار؟ 100 100 100 100 يا باشا، والله المسابك شغاله تمام، والاشياء اخر معدل الحمد لله. تقولوا ايه؟ يعني مفيش اي مشاكل صفتكم؟ خالص يا باشا والله. وفي حاجه كنت اقول لك، كله ماشي ساعة، تقولش يعني ساعة سويسرا يا عمنا. ازاي؟ أنا عارف إن المسابك فيها مشاكل كتير، وخط الإنتاج متعطل وشبه متوقف. إشاعات إشاعات يا باشا، البلد دي بقت مليانة إشاعات وكلها ناس حقودة. خلاص خلاص، خلينا نتكلم في الشغل اللي إحنا جايين نتكلم فيه. معاك حق، نتكلم في الشغل. خير يا باشا. دلوقتي في شحنة جديدة هتوصل مينا اسكندرية التجاري بكرة، هتيجي على مركب تركي. مطلوب منكم ان انتوا تروحوا هناك وتستلموا الشحنه دي وتجيبوها وتخزنوها
في مخازن عنتر بيه. الباشا بياكد ان العمليه دي لازم تتم بسهوله ويسر من غير اي مشاكل، مفهوم؟ والكلام ده يحصل امتى يا باشا؟ بكره. ايه؟ بكره؟ بكره هتروح اسكندريه، هتقعدوا على قهوه القهوه التجاريه، وهناك هتقابلوا واحد اسمه سلومه، هو يفهمكوا على كل حاجه. وده نعرفه ازاي يا باشا؟ لا مؤاخذه والله اللي يسال ما يتوهش. وسلومه ده هو اللي هيدينا البضاعه؟ لا، هو اللي هيدلكم على المكان اللي فيه البضاعه. انتم بقى تخشوا منطقه الجمرك، تخشوا على الكونتينر، تفتحوه، تاخدوا البضاعه وتمشوا، لا من شاف ولا من دري. بس دي حاجه تخض يا باشا لا مؤاخذه يعني. معلش يا حبيبي، ساعتها نبقى نجيب لك طاسه الخطه. هو انت يا باشا فاكرنا ايه؟ نسمه؟ هنخش منطقه الجمارك ناخد الحاجه ونخرج من غير ما حد يدري بينا؟ ليه؟ داخلين وكاله من غير بواب ولا لابسين طاقيه الاخفه؟ يا اخي زين، الله، ما انت كنت عامل فيها جامد قوي وقلبك حديد وشجاع السيمة. ايه؟ هتجيب ورا ولا ايه يا اخي زين؟ والنبي تنقطنا بسكتك انت، مش ناقصينك، اسكت. ما تقلقش يا زين. عموما احنا مأمنين العمليه دي كويس قوي. رجالتنا موجوده في كل حته، في مباحث المخدرات وفي المينا وفي الجمارك. المهم ان العمليه دي تتم من غير اي مشاكل. خد يا حرب، ده مفتاح الكونتينر رقمه 3225. خش افتح الكونتينر هتلاقوا صندوقين عليهم علامه اكس، تاخدوا الحاجه اللي فيه وبعدين تمشوا من غير ما حد يحس بيكم. افتكر يعني مفيش اسهل من كده. ده ايه رايك بالكلام اللي اتقال يا حرب؟ ماله؟ مستريح له؟ مش مهم اذا كنت مستريح له ولا مش مستريح له، مهم ان دي اوامر الباشا الكبير ولازم تتنفذ. ايوه بس دي مخدرات يا عم حربي، على اخر الزمن هنشتغل في تهريب المخدرات؟ دي مجرد مرحله زين، سلمه ولازم نطلعها. يا عم بقى بلا سلمه بلا نيله، الله، انا مش مستريح للحكايه دي. وبعدين حبكت يعني بكره؟ وايه المشكله في كده؟ كنت هقابل دعاء بكره يا حرب. خلاص يا زين، ما انت كنت معايا النهارده، وبعدين اتصل بيها واجل الميعاد من بكره لبعد بكره، ما فرقتش كتير يعني؟ لا فرقت يا اخويا، فرقت كتير قوي. اشمعنى؟ المفروض ان دعاء هتسيب الشغل في الصاله النهارده، وانا كنت بكره اروح اخدها ارجعها المنطقه، وكنت ناوي افتح ابوها في موضوع جوازنا. انت حقيقي ناوي تتجوز دعاء يا زين؟ طبعا يا اخي، كنت عارف ان ده حلم حياتي من زمان قوي يا حرب. بتحبها؟ جدا. وهي؟ أول ما فتحتها في الموضوع ده كانت هتطير من الفرح. ربنا يهنيكم ببعض. عقبالك يا صاحبي. واحنا رايحين فين دلوقتي؟ أبدا، نعدي على أبو صلاح كده نظبط معاه الأمور ونشوف هنعمل إيه بكرة إن شاء الله.